مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه أشقال، انتبه أشقال. صباح النور هجور. صباح النور أمين، شنحويلك، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. باش نحكيو على سيد محمد الغرياني اللي هو مستشار رئيس البرلمان وأمين عام السابق للحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وكيف كيف نحكيو على سيد عبير موسى اللي هي كانت أمين عامة مساعدة، دونك كانوا مع بعضهم يخدموا في نفس الحزب. البارح سيد محمد الغرياني كان ضيفهم في إي إف إم مع زميلنا محمد خميسي، وحكيو على هذايا الكل وصراعات وتبديل المواقف اللي راه هو تطور تنشوفوا بعد شوية. وأنا باش نعمل مراوحة بين حوار وهو البارح وشنو كانت تقول عليه عبير موسي في الفترة اللي فاتت، خاصة وقت اللي دخل للبرلمان. وقتها كانت تفكر وعملت حملة ديجاج وقالت اللي هو بعد السيف تعلق منجل، تقصد في بن علي والغنوشي، وزادة وصفته بقلاب الفيستا. أول بند في المراجعات هو كشف الخونة وطرق قلبة الفيستا. اليوم محمد الغرياني بقبوله أنه يكون مكلف بمأمورية في ديوان الغنوشي خان الأمانة، خان تاريخ الحزب اللي كان في وقت من الأوقات هو الآمر الناهي والفاتق الناطق في وسط الحزب هذاك. على كلمة قلب الفيستا البارح في يفهم كان جاوب على الموضوع هذايا، واعتبر اللي هو تطور في المواقف والإنسانية تطور، واللي ما يبدلش مواقفه هو يعتبره هو جمود. بالنسبة للسيدة عبير موسي اختارت تمشي، نحن نختلفوا فيه في العائلة الدستورية، ما فماش كان رأي عبير موسي، هناك آراء أخرى. هي الرأي والإشي قاعدة تأخذ بها في بعض الإشعاع إلى غير ذلك. أنا الإشعاع اللي تبنى على الإقصاء وعلى الاختلاف ما حشتيش به، نقعد حتى 1%، نحب نخلط 80% والناس مقتنعة بعدم الإقصاء وبالاختلاف وبحسن إداء وبحسن الحوكمة وبطرح برامج وطرح اختيارات والتشخيص السليم والحيلة في ترك الحيل. ما حشتيش بشعبية تتبنى على السب والمس من الأعراض. تعرف معناها واحد إيش معناها إنسان يستعمل كلمة قلبان فيستا ونقولها خاطر كلمة متداولة خاصة في وسطنا نحن وفي عائلتنا. ولا ولات قال عليك شوف إيش معناها قلبان فيستا. تعرف معناها قلبان فيستا؟ هي تهمة ضدهم ولا لكل من يتفاعل مع التغييرات ويتغير ويتجدد. هم دعاة الجمود ودعاة التعصب ودعاة البقاء في مكان واحد. نفهم من كلامك أنا قلب فيستا وسعيد بهذا. قلب فيستا بمعنى أتغير سعيد به، ما يسالش. أقعد أنت فيستا واحدة حتى لين تطيح بيك وتتهرى ويضرب العرق ويضرب الواحد. مبروك عليك يعني التحنيطة. انت خليك انت بنفس الفيستا، مبروك عليك التحنيطة. اعتبر انه التطور في المواقف هو حاجة عادية، وللناس اللي تفكر ما تقعدش سنوات وسنوات متجمدة في نفس البقعة. انت كيفاش تراها امين؟ هكر من هنا انا ساعات من ساعات كي نغزلها من هنا من نظرة العباد العامة، الشعب اللي قاعدين يسمعوا توا اللي يقول لك واحد فلان يقلب الفيستا معناتها بدل موقف من اللي كان يحب هذا ولا يحب الاخر، ومن اللي كان يدافع على هذا ولا يدافع في الاخر. اللي جان مو هذا راهو فيه في السياسه معناتها برشا، فانه هذا يتسمى قلبان فيستا معناتها عند المواطن العادي نورمال، هذا يتسمى قلبان فيستا. لكن في السياسه ما يتسماش قلبان فيستا هذا، بما انه هي لعبه مصالح هي السياسه، واللي مصلحتك مع شكون تمشي معاه هذيك هي السياسه. معناتها احنا باقي ماناش حابين نفهموها اللي السياسه راهي خذوهات وتطور مواقف. بالمعنى قلب الفيستا اللي عند العباد اللي هو سبة في السياسة يتسمى سياسة. زيدا البارح محمد الغرياني كان حكى على سيد رجل غنوشي اللي كان في سؤال البارومتر السياسي اللي كان يخرج بين سيجما كونسي والجريدة المغرب وقت البارح، واللي أكثر شخصية توانسة ما عندهمش فيها ثقة نسبة 77% هو رجل الغنوشي، واللي ديما في السؤال هذا يخرج رجل الغنوشي في المرتبة الأولى. يرى أنه المشكلة في التوانسة اللي ما يعرفوش يختاروا، والمشكلة في التوانسة اللي يختاروا بطريقة عاطفية مش بطريقة عقلانية. علاقتي بالسيد رجل غنوشي هي علاقة بشخصية ريت فيها الإرادة وحسن النية في تجاوز العقدة بين القديم والجديد، ورجل له جدية في إحلال المصالحة الوطنية في تونس. المجتمع التونسي اليوم في حالة تقييماته تطغى عليها العاطفة والمزاج، حتى تصويته اليوم ليس تصويت عاقل، ليس تصويت مزاجي. تصويت تونس اليوم مازالوا العقل ليس
العقل هو الذي يتحكم اليوم. العاطفة. للأسف هي العاطفة، هي البروباغندا، هي الشيطنة، معناها تشد واحد شيطنه إلى غير ذلك. لو العقل جاي يفكر أن القاو رجل غنوشي الأول، لو جاي يفكر يكون في وضعية أفضل معناها بالنسبة للتونسيين والتونسيات. نشوف اختيارات يعني مخك يقف، معناها كيفاش تكون هذه الاختيارات لإدارة دولة ولإدارة مؤسسات. الناس قاعدة تتصرف بشكل تخبط وخبطة عشوائي، وهذا اللي يخوف على تونس. واش نقول لك باللي هجر معناتها بن علي فهمهم، هو هذوما ممخر. معناتها بن علي قال غلطوني، يحكي عليه هو اللي كيفه معناتها وقتها قال غلطوني وكريت وين هزوه الاثنين اللي هزوه له شنو بعد ما فات الاوان سي. معناتها نفس العباد اليوم مازال تعطي في نفس الدروس الاشخاص اللي في الحكم الاخرين، خايف من بعض اشخاص هذوما يقولوا غلطوني زاده كيف دونك. معناتها رشد الغنوشي بالعكس يزم يقعد نهار يعمل مراجعات بينه وبين روحه، يقول انا 77% من العباد ما يحبونيش، اي زعما علاش؟ شنو هي السبب؟ علاش اللي يخليهم ما يحبونيش ولا ما يحبونيش ولا ما يحبوش يراوني في السياسه؟ هل تكون الغلطه مني انا من العباد اللي نخدم معاهم، من الحكم اللي يهري 10 سنين كمان مش شويه، من الظروف الصعيبه نتاع البلاد، من بعض الاخطاء الاخرى؟ معناتها باهي راه واحد يعمل مراجعات بالعكس وينجم يدارك من بعد، علاش ليه؟ بقى الاشكال شنو؟ انه نفس اللي غلطوا بن علي هما بدهم يغلطوا توا في الغنوشي ويسمع فيهم مازال. اما هو زاد موافقه معك في الكلام هذايا، وزاد هو قال انه المشكله في التونسي اللي احنا اليوم في التلفزيون وفي الاذاعات وفي الاسباس بوبليك اون جينيرال ما نراوش برامج نتاع احزاب ولا نتاع شخصيات، نشوفوا الناس قاعده تحكم وتصوت على ولا على العاطفه نتاعها، شكون نحب وشكون نكره. الشيطان احكي على كلمه الشيطان، معناتها اخي كلهم الاحزاب كل شيطان في بعضهم بما فيهم حركه النهضه زاد. اخي ما عيطش تشيطن في البيجي القائد سيرسي الله يرحمه، ما عيطش تشيطن في حمل همامي، ما شيطنتش عبير موسى، شيطنت ديجا القروي وبعد تحالفت معاه. هذه هي اللي انت كنت تقول مش قلبين الفيستا، اللي هي السياسه اللي قاعده تصير اليوم. لكن انا موافقه معاه في انه التونسي يختار حسب الاهواء نتاعو مش حسب البرامج. باش ترجع لعبير موسى اللي كانت تفكر، وهي كانوا يقولوا عليها اللي هي كانت تزغرت في حزب التجمع وكانت تقول الله واحد الله واحد بن علي ما كيف واحد. هي وقت اللي الغرياني دخل للبرلمان كانت قالت شكون اللي كان يأمرهم باش يقولوا الكلام هذا الكل. التعيينات اللي يعمل فيها لقضاء مصالحه السياسية محمد الغرياني توا مشي القرار من المجلس ومشي للحكومة ومجلس وزير ينضر ولا باش ينضر فيه باش يحطه مستشار، قال شنو مكلف بالمصالحة. انت كرئيس مجلس نواب اصلا ما عندكش صلاحية النظر في المصالحة. الثوار متاع المجلس هذية اكيد البارح قال لي قول لنا كيفاش يتمول التجمع وكيفاش مقرات التجمع. عدينا توا هوجي المعني بالامر بيدو جيكم امين عام التجمع باش يوريكم كينا زغرتنا، هو عطى الاذن بالزغريت، كينا قلنا لا واحد هو قال لنا قولوا، كينا قوادة الشعب راه هو رئيس قوادة الشعب، كينا احنا عملاء راه هو رئيس العملاء. بربي ندي بيكم اللي عنده سؤال يحب يسألوا على التجمع توا جيكم هو مستشار سيدكم رئيس المجلس. هكا يضحك، شفت محلى ضحكتو؟ ويني محلى ضحكتو؟ يضحك جابلكم امين عام التجمع يا زوار المجلس. فوالا دونك هي كيما تعرفوها عبير موسى في اللايف نتاع هذا وفي واحد من اللايف اللي عملتهم في البرلمان، ساعات تحسوا ستاند اب اكثر منه. كيما سي سا مانيير دو دير لي شوز، مانيش متفق معاها انا في حاجه. اغزر شو كي ناقشوا افكار بلي ما تعملوش معانا على اساس فيراج تاع كوره. انا نعرف فيراج عبير، فيراج النهضه، فيراج معناتها احنا ماناش فيراجات، نحن نحكيو بامور عقلانيه ونحكيو بديزارغيومون واضحين. كلمة ثوار ساعة أصلا ديجا و سيبون أنساو، كلمة تجمع أنساوها سيبون. اليوم احنا نحكيو على اللي جاي يصلح للبلاد القدام، مش على اللي فات. على اللي فات كان باش نقعدوا نغزروا له واحنا حاطين روتروفيزور نغزروا كان التالي. هاو بن علي كان سيبون، بن علي الله يرحمه مشى على هذاك التجمد اللي يحكي عليه هو الغريب. يلزمنا نقدموا توا اليوم، يلزمنا نغزروا البلاد القدام، البلاد واقفة، البلاد بطالة، البلاد شنو هي، يجي نحلوا المشاكل وخطأنا من اللي ما يفيدنا في حد شيء. البارح زاد كان سألوها على نقطة تشابه بين بن علي والغنوش بما انه بين ظفرين معهم زوز، هذايا نسمع الاجابه. هي الواقعيه، هي الواقع اللي 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 يعرف كيفاش يتفاعل مع واقعه. حب تونس كيف يتغير وكيف حب تونس راه لا يمكن المزايده فيه. يجمعهم الزوز؟ لا، جميعنا نحب تونس. هما الزوز يحبوا تونس والزوز عندهم العقلانية حسب السيد محمد الغرياني، بن علي ورشد الغنوشي. وباش نرجع في الاخر باش نختم بعبير موسى. جوست على ذلك كل واحد يحب تونس. انا معناتها نفاجئك لهنا، تحب نفاجئك نفاجئني نفاجئ المستمعين نفاجئني خندوخ دخو تاكل كلهم يحبوا تونس ما نشكش فيه هذا.
كل واحد ما نشكش في هذا. عارفش قولك الإشكال كله منين جاي؟ كل واحد يحب تونس كما هو يحبها تكون. نهضة ماذا بيهم تعرفوا كيفاش يحبوها، خاطر يحبوا بلادهم كما هما يحبوها تكون. حمل همامي يحبها كما هو يحبها تكون. تقدميين وديمقراطيين يحبوها كما هما يحبوها تكون. أبقى مسألة واحدة، توانسة هما كيفاش يحبوا بلادهم تكون. دونك هما يفرضوا في آراء علينا بالسيف، وقتهم يلزمهم يسايروا العباد مش يفرضوا عليهم آراء بالسيف. وانت قلت كلمة، قلت يتعاملوا مع الناخبين كفيراج، ولكن الناخبين زادة هما سمحوا للسياسيين واللي قاعدين يحكموا قاعدين يترشحوا أنهم يتعاملوا معاهم بطريقة الفيراج، بما أنهم قاعدين يصوتوا بطبيعة على حسب أهوائهم مش على حسب برامج. وختاما عبير موسي، وقت اللي نهار من نهارات تقوم وتدعو شكون بين ظفرين أكثر ألد أعدائها في السياسة اللي هو سيف الدين مخلوف، تقول له إجاوا معانا باش نصوتوا ونعملوا ديجاج لمحمد الغريم. قلنا لهم آية يا جماعة، نخرجوا لكلنا الثوار الكل، تخرجوا معانا نعملوا ديجاج المحمد الغرياني. آية عاد، آية آية يا جماعة الثورة، آية عاد، أي أي قوم، أي قوم، أي قوم تنوليو ثوار كيفكم، أي برا عاد. أبقى في بيرو سيدكم الشيخ، شفتوهم جماعة الملح والبترول، قالوا لكم باش نجيبوا لكم الملح والبترول. أبقى محمد الغرياني يرتاح في المجلس وهو قال لك ثوار، أي قوم نمشي نعملوا له دجاج. أي إيش عمل دجاج العارفي عاد، ما عارفي هو. هنا وقتها سيف الدين مخلوف كان صرح وقال مانيش لا أعمل لديها وهي مجنونة، وكانوا ند وقتها برشا الفيلم يرجع له اللي هو ندوا برشا من النواب باللي قامت به عبير موسي، واعتبروها تعمل على تعطيل أشغال جلسة. كان هذا في ديسمبر 2020. أنا عندي سؤال للمدام عبير، قلت أن معناتها النقاش مع عبير يكون بالعقل أكثر منه بالعياط. معناتها عبير كان توصل أنت للحكم شنو تنجم تعمل؟ كان انت غدوا نقاوك في الحكم، اسكو باش نراو نفس البروفيل هذايا؟ معناتها اسكو هذا اللي نستناو فيه منك؟ معناتها اسكو كان انت مرا في الحكم مستعده تعمل كيما انجيلا ميركل مازالت كي خرجت قاعده 17 سنه في الحكم وتشوف المانيا كلها؟ عمرها ما صارت في تاريخ المانيا عملوا 15 دقيقه تصفيق لكلهم لانجيلا ميركل. معناتها وقت مازالت كي خرجت ما عندهاش جمعه توا ملي سي بون، معناتها كملت المهام تاعها عدت 17 سنه. اسكو هذا اللي نستناو فيه من العباد اللي نجموا ننتخبوهم ولا نقاط استفهام؟ جاوبوا عليها انتم السياسيين. فوالا، يعطيك الصحه، انتم زاده نجموا تعطينا رايكم على الباج نتاعنا. احلى صباح بيموزايك فهم. يعطيك الصحه هجور، بارك الله فيك.